امال فين الاستاذ عصام رجي؟ يا حلمي انت مش قلت لي ان الاستاذ عصام جاهز؟ انا اتاخرت عليك ايه اللي اخرك يا اخي؟ مسكني اخ معجب انا وجاي داخل الاستوديو فبيسالني عاوز اعرف بالضبط انت عمرك كام وعمر حسين فهمك يعني. اخ الاسئله اللي ملهاش لازمه بقى. قلت له انا هجاوبك بس انت هتكرر. قال لي قلت له من 10 سنين كنت انا اكبر من حسين بسنه فالنهارده لا لا بس احنا تقريبا سن واحد مش هنقول بقى مش هنقول ارقام لا عادي مش معقول. اولا انا سعيد جدا ان انا بلتقي بيك بعد السنين الطويله دي. الله يخليك. وشيء مشرف جدا وانا سعيد جدا بهذا اللقاء الحقيقه. الله يخليك وانا كمان. بقالنا سنين طويله ما تقابلناش. احنا بنشوفك دايما على الشاشه بس حظنا قليل انه مش هنتصدف نشوفك شخصي. وانا بسمعك دايما على كل حال وفي بالي باستمرار. الله يخليك. عصام انت لك نشاط طبعا فني كبير جدا على مدى سنين طويله وقدمت للاغنيه العربيه الكثير. بفتكر طبعا كمان ايام مهرجان بعلبك والحاجات العظيمه اللي انت كنت دايما بتقدمها. المسرحيات والمسرحيات قدمت كام مسرحيه؟ قدمت كتير بالضبط متذكرش بالضبط يعني كم مسرحيه بس في حدود يعني كم مسرحيه كتير يمكن حوالي 20 مسرحيه أكثر. في مسرحيات اشتركت فيها مع زملاء يعني مطربين من لبنان. وفي مسرحيات معظم مسرحيات مع صباح كانت في البدايه لان كنت تقريبا المسرحيات نص المسرحيات تكون من الحاني يعني الاغاني اللي انا بغنيها والاغاني بتغنيها صباح فمعظمهم بيكونوا من الحاني. بالاضافه لمهرجانات بعلبك الكبيره اللي كانت تصير كل سنه. يعني حوالي ال 20 مسرحية مهرجان عدد عظيم جدا طبعا. الحمد لله. المسرحية الغنائية لما بتألف فيها مجموعة أغاني طبعا بيبقى في حدث درامي. أيوة. فإذا أنت بتبقى مرتبط بالحدث الدرامي وأنت بتألف الألحان وبتألف الأغاني. أيوة. المصاحبة. ده بيشكل صعوبة بالنسبة لك؟ كتير صعب. لما بتكون الاغنيه مربوطه يعني في ربط بالموضوع بس مرات في بتركوا لنا حريه الاختيار يعني بمخرج البرنامج او المعد البرنامج بيجيب لك اغنيه ما لهاش علاقه يعني ما بيحكي لكش يعني ما لهاش موضوع مثلا مش مربوطه في الموضوع. هذه فيها حريه اكثر. بس اللي مربوطه في موضوع لازم من نفس الجو يعني تبقى في نفس الجو. صعب كتير. اصعب كتير طبعا. ومرات اللحن بيولد بعشر دقائق مرات بعشر شهور بعشر اسابيع بياخذ وقت طويل. ما لهاش قاعده يعني. اي هل انت بتعاني لما بتيجي يعني بتحاول انك انت تخرج من ذاتك لحن جديد؟ فيها معاناه بالنسبه لك؟ كتير اكيد كتير كتير. وبعدين المعاناة لما بتسجل الأغنية وأول مرة مثلا حيصورها الواحد أو حيغنيها على مسرح الجمهور أنا بقى الصعوبة والأعصاب. أيوه طبعا طبعا. مرض. أيوه أكيد. طب في أوقات بيبقى عندك لحن في ذهنك بتسمعه في داخلك بيتردد قبل الكلام ما بيجي لك؟ قبل الكلام بتصير معايا كتير. بيحصل لك كتير. سؤال حلو. سؤال حلو جدا. لما عملت أغاني كتير هيك لما لحنت في الاغنيه مشهوره اسمها لقيتك والدنيا ليل قبل الكلام كان اللحن يعني بدندن مش عارف انا بقول ايه لغايه ما جاني الشاعر طلال حيدر وجاب كلام فحسيت انه اللي انا شغله مثلا بقالي اسابيع بشتغل فيه ماشي مع الوزن بتاع وعملتها وطلعت سبحان الله ونجحت الاغنيه الناس حبوها يعني. طبعا. ولما عملت لحن في لحن تاني عملته لصباح سعيده ليلتنا سعيده. ايوه مش عارف سمعتها كتير. ايوه سمعتها ده كل العالم العربي سمعها. فابتديت اللحن باللحن قبل ما طلع قبل الكلام قبل ما يجي الكلام بس كان رامي لحود المخرج مكلفني انه هذه لازم تكون القفله الفينال يعني بتاعت البرنامج ولازم تكون دبكه يعني فيها. فطلعت اللازمه ومش عارف المزيكا قبل ما يوصلك الكلام قبل الكلام بعدين مشيت. طب هل ده يعني انت بيسعدك اكتر انك انت تلاقي اللحن في ذهنك وفي احاسيسك قبل ما يجي لك الكلام ولا لما بيجي الكلام الاول؟ يعني انهي بالنسبه لك انت كفنان ملحن خالق لهذا اللحن؟ انا بفضل انه شوف بفضل يكون في كلام. مرات الشاعر هو بيقدم كلام مرات انا بتطلع عندي فكره موضوع الاغنيه يعني فكره كلام. قبل في مره مثلا في عندي اغنيه بيعرفوها بحبوها اسمها مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامة أنا كلفت الشاعر يكتبها يعني. فشفت اثنين في كنا في مطار لندن كنت مسافر شفت اثنين بودعوا بعض
يعني راجل شفت موقف انساني هو أيوة. مسافر يبدو انه فبعيطوا مش عارف شو مع السلامه ما. فضلت طلعت بالطياره وانا بندن مع السلامه وطلعت الاغنيه يعني. طب سمعها لي بقى مع السلامه لانه عايزينها تطلع دلوقتي الناس عارفين يعني مقطع منها من مقطع مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا حبيبي مع السلامه تروح بسلامه تعود بسلامه ولما ترجع لي حبيبي ودي علامه لا تغيب على طول يا ظريف الطول ولا تشمت فينا يا حبيبي اهل الملامه الاخر عظيم عظيم. طب ايه رايك في المواويل بقى؟ انت مشهور مواويل بدم مشهور المواويل انا بحب المواويل كتير يعني بقدرش اطلع على المسرح الا لو اشتركت باي حفله وما غنيتش مواويل بمرض بحس حالي بتحس يعني حاجة لا واحنا كمان كمستمعين وبعدين مش عارف الايام هذه الناس كتير راجعه تحب المواويل بشكل يعني أيوة بشكل كتير كان عندي عدة حفلات يعني فالناس بتجاوب مع المواويل بشكل انا بحب المواويل بدمي واحنا كمان بنحب نسمعك بتقول مواويل موال عايز اسمع مواويل منك من احب المواويل اليك يعني الى قلبك الله يخليك يا رب لك ميجانا واحد ميجانا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا لك ان شاء الله يكونوا سامعين حبابينا ان شاء الله يكونوا سامعين بابينا اخ 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 قال اهلك اهلك ليش عني غربوكي اهلك ليش عني غربوكي خدوك شمال وعادوا غربوكي لك قولي لي مين قولي لي مين يلي غر أبوكي بكتر المال تنسيت الأحباب ويلي عظيم عظيم عظيم. طيب أنت مشهور بصداقاتك مع فنانين كبار جدا في الأغنية المصرية مشهور طبعا أنك أنت كنت صديق للمرحوم عبد الحليم حافظ والأستاذ الفنان الكبير فريد الأطرش الله يرحمه الله يرحمهم الاثنين قدموا الكثير للأغنية المصرية والأغنية العربية طبعا دول ما بتعوضوش خلاص طبعا اديني فكرة عن الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين اثنين فنانين كبار انما الفرق أكيد. الفرق في الأصوات أي. في نوع الأصوات وفي طريقة الأداء أي. يعني واثنين كانوا يعني بيغنوا اللون العاطفي العاطفي أي انما الاصوات بتختلف يعني مثلا فريد الله يرحمه كان بالحفلات مثلا بيمسك عود بالعود كويس جدا وبيحب بنصف الاغنيه مثلا بغني موال عارف الموال أي. أي. عبد الحليم الله يرحمه لا ما كانش يعني كثير بيركز على مواويل انما كان بيأدي باحساس كبير واغاني سبحان الله الناس حبتهم كثير يعني كل واحد له كل واحد قماشة كل واحد له نكهة طب انت النكهة بتاعتك ايه بقى؟ ايه القماشة؟ لما نقول عصام رشدي انا والله مش عارف انا اشوف الواحد صعب يحكم على نفسه دايما انت بتعرفها طبعا من خلال تجربتك الطويلة بس دايما الحكم للجمهور اي مش عارف يعني انا بحس حالي اني مغني شعبي بقدر اغني الاغاني الشعبية بقدر اغني جميع الالوان اي بغني المواويل ما عندي صعوبه يعني بي... ايوه والدبكه اي طبعا يعني الدبكه الدبكه اللي احنا تعودنا عليها من المهرجانات طبعا المهرجان يعني كلمه مهرجان اي بتوحي لك انه لازم يكون في استعراض ولازم يكون في دبكه اي اي اي
بس الايام كتيره مش عارف ما شاء الله كله بقى دبكه وكله عنده دبكه وكله دبكه في دبكه خير 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 ان شاء الله طبعا ان شاء الله خير يا رب. عصام انا سعيد جدا بهذا اللقاء. الله يخليك وان شاء الله كل نجاح باستمرار ونلتقي دايما باذن الله. الله يخليك وانت دايما بتتقدم وفي نجاح مستمر. الله يخليك وانت كمان وانت شرفتنا النهارده. الله يخليك الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. قومي نغني يا جميلي هز بشعرك هز بخصرك هز وميلي قومي نغني يا جميلي هز بشعرك هز بخصرك هز وميلي هز وغني يا حياتي وحياتي ميلي وخلي الدنيا تميل بميلاتي هز وغني يا حياتي وحياتي ميلي وخلي الدنيا تميل بميلاتي غني يلي كل السحر بغمزاتي غني الليل وغني الحب غني لي هزي خصرك من هزات وكاوينا وبالغمزات اللي فيها السحر سحرتينا هزي خصرك من هزات وكاوينا وبالغمزات اللي فيها السحر سحرتينا غني وخلي الليل يحب غنى عنينا واعطيني من وردات خدودك تشكيني الورد السارق من بسماتك بسماته غاروا من وردات خدودك ورداته الورد السارق من بسماتك بسماته غاروا من وردات خدودك ورداته وحياة اللي بيحبوا قلبك وحياته هز بشعرك هز بخصرك هز وميلي الجوده وصل لحضرتك دلوقتي. ده من البلد لازم الحاج سالم. حاج سالم مين؟ خالي هو اللي بيشوف الارض بتاعتي وبيبعت لي الايراد اول باول. بس انا ما افتكرش ان عمره بعت لي جواب قبل كده. ده اول جواب يبعته لي من 10 سنين. الله 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 الله. خير؟ ده عيان الحاج سالم. اشعر ان نهايتي قد اقتربت وكل همي الآن هو من سيرعى ابنتي سعدية من بعدي وسوف أكتب لابنتي نصف أملاكي أما النصف الثاني فسيكون لك. يا حبيبي يا خالي ب
بشرط أن تودع حياة العزوبية وتتزوج، علما بأن تكون زوجتك زوجة طيبة منكسرة تحافظ على بيتك وتقوم على خدمتك، وهذا النوع لن تجده إلا في الريف. واضح أنه بيرسم إنك تتجوز سعدية. وده معقول؟ دي آخر مرة شفتها فيها كانت حتة بنت مفعوصة عندها 5 سنين. أيوة بس لو ما اتجوزتهاش عارف مش هيكتب لي حاجة خالص. مش كده وبس، ده كمان ممكن يشيل ايده من الارض بتاعتك وتبقى ساعتها تضطر انك تروح تزرعها بنفسك. ازرعها ازاي بس؟ وانا بفهم في حاجة خالص في الزراعة، وبعدين انا ما عنديش وقت للزراعة حتى. خلاص يبقى مفيش حل غير انك تتجوز سعدية. انت مجنون. امال هتحلها ازاي بس؟ انا جاتلي فكرة، هقول له ان انا متجوز فعلا. هتكذب؟ يعني كدبة بيضة. هقول له ان انا متجوز من مدة واني سعيد جدا في جوازي. مش هو ده اللي عايزه الحاج سالم؟ برضه هيزعل، هيقول لك ازاي ما تبعتليش احضر الفرح. دي هنبقى نشوف لها حل بعدين. المهم دلوقتي ان انا اكون ضربت عصفورين بحجر وخلصت من جواز سعدية. وفي الوقت نفسه تبقى حققت له رغبته في انه يشوفك متجوز. ايوه، ويفضل هو يزرع لي الارض ويبعت الايراد زي المعتاد، وبعدين بقى يشوف بقى الارض اللي هيكتبها لي دي اذا كان عنده نيه يكتبها. ايوه بس انا فهمت من الجواب ان ليه مواصفات معينه في العروسه. ما انا هقول له ان الست اللي اتجوزتها دي فيها نفس المواصفات اللي هو عايزها، طيبه ومنكسره ومن الارياف كمان. يا عين عليك، ما يستعصاش عليك حاجه. سيبني بقى اقعد امخمخله في جواب، وروح انت نزل شريط علشان نسجل رقصه لفرقه عصمت يحيى. حاضر. يلا. We'll be right back.
صراحة بقى حسين فهمي ده زودها قوي. هو صحيح من حقه ان هو يكمل نص دينه، انما يقول لنا، يمهد لنا، ياخد رأينا، واحنا مش عايشين معاه في الفيلا ولا ايه؟ نتضح ان احنا ولا حاجة بقى. ايوه بس مش معقول كده، الله يعملها كده في يوم وليلة، يبقى عازب يصبح متجوز. افهموني يا جماعة، انا عارف ان خاله كان مصمم انه يتجوز، بس معرفش انه هيعملها بجد ويتجوز بالسرعة دي. خلاص بقى ملناش عيش في البيت ده. لا الولية دي هي اللي ملهاش عيش في البيت ده. مفهوم مفهوم، انا دلوقتي فهمت المشكلة كلها. طب ايه رأيك بقى؟ مش عارف. دي مفيهاش اي حاجة يا مجدة، انت هتمثلي دور مراتي شوية ساعات بس، بعد كده خالي هيركب الطيارة ويسافر. بس يعني انا عارف ان هو موقف محرج بالنسبة لك، بس فعلا انت ينطبق عليك المواصفات اللي هو عايزها. مش معنى انا ما فيش زميلات غير كتير قوي. وانا كلمت مجموعه منهم، بس اللي مسافره واللي مشغوله. اذا كان كده بقى انا ما اقدرش اتاخر عنك. انا متشكر جدا. ايوه وخلك ده بقى جاي امتى؟ بكره. ايوه وعلى فكره قدامه بقى اسمك هيبقى سهير. وش معنى يعني سهير؟ اصل انا كتبت له جواب قلت له مراتي اسمها سهير. خلاص يا سيدي اذا كان كده بقى سهير. يا جماعه جاهزين للمشهد اللي بعده؟ اتفضل يا استاذ. اظن انا بقى بكره ما عنديش شغل مش كده؟ لا عندك شغل، عندك مشهد 41 42 44 45 لحد مشهد 60. يا اهل على كده بقى مش هتفضي بدري. طبعا مش ممكن تفضى بدري لان عندي تصوير خارجي وفي سقاره كمان. وفي سقاره كمان يا استاذ حسين، لازم تعرف ان انا عندي مجاميع، عندي اكتر من 200 كومبارس. بالنسبه لك ما تقلقش، ما عندكش شغل بكره. انا عارف، ما هو مش بالنسبه لي ده بالنسبه. انا اسفه يا حسين. خلاص يا مجدة. كاميرا هنا يا شريف. حلقة اتصرف انا. اتفضل. لا لا معلش. انا طبعا مقدر الظروف اللي قلتي لي عليها دي. طيب انا متشكر قوي. مع السلامة. الو سهير، ازيك يا سهير؟ انت فين؟ انا كنت لسه هدور على نمرتك عشان اطلبك. القلوب عند بعضها والله. ده انا بقى وقعت من السما وانت استلقفتيني. انا ممكن اشوفك النهارده؟ لا 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 ده دلوقتي على طول، عايزك في حاجه مهمه جدا. بس عندي تسجيل اغنيه لمده 5 دقايق وهفضلك بعديها، هستناكي، لازم تيجي. طيب مع السلامه. الاستاذ فيصل حلمي. ايوه سيدي. اهلا وسهلا. اهلا فيك سيدي. فرصه سعيده جدا. شكرا الله يخليك. انت مشرفنا النهارده في البرنامج. تسلم تسلم الله يخليك استاذ حسين. حضرتك درست اصوات؟ انا درست الموسيقى هون لفتره، ودرست فتره تاني في مصر، منها قسم اصوات ومنها العود تقريبا. يعني الات ايضا؟ طبعا. يعني درست الات ودرست اصوات. وقسم اصوات على اساس قسم اصوات تؤهلك انه في اذا كان يعني على اساس انه يكون في يوم ما مطرب. اذا كانت عنده الامكانيات الصوتيه من الاول يعني او موهوب. طب اذا من خلال دراستك للالات ممكن تعزف؟ حضرتك بتعزف؟ طبعا. بايه الالات اللي بتعزف عليها؟ العود طبعا. بتعزف العود بس ولا في الات ثانيه بتعزفها؟ لا في لا بس العود بس. طب ايه نوعيه الاغاني اللي حضرتك بتقدمها؟ قدمت نوعيه الاغاني اللي الاغاني الاردنيه طبعا. اللي هي وغنيت الاغاني العصريه الحديثه وغنيت تقريبا اكتريه الالوان اللي احنا بنغنيها في بلدنا وخاصه الفلكلور الاردني. والفلكلور الاردني حقيقه تتفرع من اغاني كثيره، الاغنيه الريفيه والاغنيه اللي فيها اللهجه البدويه تقريبا. طب حضرتك قلت الاغاني العصريه، معنى كده اغاني عاطفيه؟ تقريبا طبعا غنيت الاغاني العاطفيه وبلهجتنا طبعا. ايوه باللهجه الاردنيه. طب كنت احب اسمع منك مقطع من كل اغنيه عشان اقدر افرق بينهم كلهم. حاضر. من الاغاني تقريبا العصريه اللي غنيتها بقول منها: سكنتك بقلبي وسميتك حبيبي، سكنتك بقلبي وسميتك حبيبي، وصورتك بدربي
وقبلت بنصيبي سكنتك بقلبي وسميتك حبيبي وصورتك بدربي وقبلت بنصيبي. هذه من الأغاني العصرية. الأغنية الريفية ممكن تقريبا اللي فيها اللهجة تقريبا البدوية زي ما تفضلت. بقول أحبابك أنتم ويش 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 غيركم أحبابك أنتم ويش 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 غيركم لو عشتم الآلام يوما ما تبدلتم يا واجدين النار حرق هوانا النار يا واجدين النار حرق هوانا النار درب الهجر جهار عودوا لأحبابكم. هاي من الأغاني اللي عظيمة جدا. الله يخليك تسلم. حضرتك عملت مسرح غنائي؟ الحقيقة لا لسه. إن شاء الله بتكون في المستقبل القريب إن شاء الله يعني. وبتبقى خطوة فعلا خطوة كتير حلوة يعني بالنسبة لنا هون. طب بالنسبة للمسرح الغنائي لو حضرتك قررت أنك أنت تقدمه عندك نية أنك أنت تطلع المسرح لوحدك ولا ممكن يطلع معك مطربة أخرى مثلا زي اللي بنسميه دويتو زي أيام ال لا اتنين بيغنوا مع بعض؟ لا حقيقة أستاذ حسين يعني بتمنى أنه تطلع مطربة وحتى تطلع فرقة راقصة فلكلورية تشارك في هذا العمل حتى يكون عمل فعلا كبير ويكون عمل مسرحي يعني يذكر دائما على ألسنة الآخرين. طب إذا فضلت أنك أنت تطلع على المسرح إيه نوع اللهجات اللي أنت تفضل أنك أنت تغني بيها؟ الحقيقة فلكلورنا ولهجة بلدنا الحقيقة حتى نعرف شو المسرح زي ما عندكم مثلا في مصر المسرح المصري المفروض يكون عندنا مسرح ونعرفه من خلال اختلافه يعني من ناحية اللهجة ومن ناحية الإيقاعات إيقاعاتنا. طيب أنا أعرف أن في الأردن الشقيق في مهرجان جرش حضرتك اشتركت في هذا المهرجان؟ الحقيقة الثاني لا لاني ما بس كنتش في سنوات سابقة اشتركت فيها؟ الحمد لله ان شاء الله في العام القادم بإذن الله. طيب انا بتمنى لك كل نجاح ان شاء الله وشكرا. ودايما نسمع اخبار كويسة عنك. شكرا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. مع السلامة. غمضت عيونك شوفك وين ما كنت تكوني شوفك لو غمضت عيونك شوفك وين ما كنت تكوني شوفك بأفكاري شوقك وانتظاري شوفك بأفكاري شوقك وانتظاري انت شمس نهاري ومن نورك حرموني حرموني كنت بزورك يومية وبرويك بلهفة وبحنان وبسهر جنبك ليلية لو انك ورد بستان كنت بزورك يومية وبرويك بلهفة وبحنان وبسهر جنبك ليلية ورموشي بعملها سيوف تحرس حسنك هالموصوف ورموشي دعمها سيوف تحرس حسنك هالموصوف
انت الاحلى مهما اشوف، انت الاحلى مهما اشوف، وعلى قلبي بتموني بتموني. لو غمضت عيوني وين ما كنت تكوني، لو غمضت عيوني وين ما كنت تكوني، شوفك بأفكاري شوقي وانتظاري، شوفك بأفكاري شوقي وانتظاري. انت شمس نهاري ومن نورك حرموني حرموني. حبتنا زعلوا منا حلفوا يمين انه ما تكمل فرحتنا، اهلي واهلي مختلفين وقفوا بوش محبتنا، زعلوا منا حلفوا يمين انه ما تكمل فرحتنا. لكن انت وانا احباب والحب الاول غلاب، لكن انت وانا احباب والحب الاول غلاب. شمس بتطلع بعد غياب، شمس بتطلع بعد غياب، استنيها يا عيوني يا عيوني. لو غمضت عيوني وين ما كنت تكوني، لو غمضت عيوني وين ما كنت تكوني، شوفك بأفكاري شوقي وانتظاري، شوفك بأفكاري شوقي وانتظاري. انت شمس نهاري ومن نورك حرموني حرموني. ازاي جاسوسكا؟ معقول مفاجأة ليلى دي؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة، اتفضل. انت ايه في ايه؟ ايه الأخبار؟ جبتني على ملا وشي ليه بالتليفون؟ أهم حاجة لازم أسألك سؤال مهم. اه. انت فاضية بكرة؟ بكرة بكرة. لا بكرة ما عنديش ولا أوردر. هايل. عندك مانع بقى تمثلي معايا تمثيلية؟ أمثل؟ طبعًا أمثل، وأنا شغلتي إيه غير إني أمثل؟ إيه بقى الدور؟ قولي بقى انت عارفني ايه؟ بحب الادوار الجامده الصعبه، ادواره ابعاده تكوينه ايه، تكوين الشخصيه الكونسبشن الامبلوا الحاجات دي كلها. طب اهدي بس اهدي شويه، اشربي ايه الاول؟ مش عايزه اشرب حاجه، اخش في الموضوع ما دام قلت لي دور. طيب شوفي بقى يا ستي، انت هتمثلي دور مراتي. دور مراتك؟ حلو يا حسين. طب عايز مراتك بقى من اي نوع من الزوجات؟ ما هم كتير قوي، الانواع كتيره قوي. مش تعرفي الاول هتمثلي الدور ده فين؟ مش مهم، المهم النص وخلاص. اصلك هتمثلي الدور ده قدام خالي الحاج سالم. ايه دخل خالك وعمك في الحكايه دي؟ ما هو انت هتمثلي قدامه هو دور مراتي. يعني همثل دور مراتك في الحياه؟ اي معقوله؟ طبعا من حقك انك انت تقبلي او ترفضي. ارفض ايه؟ ده هو ده الجديد، قال ارفض ايه؟ طب انا ياما مثلت على المسرح وفي السينما وفي التلفزيون، هو ده الجديد، يجنن يجنن يحنن يحنن يحنن. انا عمري في حياتي ما شفت واحدة مجنون التمثيل زيي. طبعا. بس اسمع يا حسين، خالك ده مش يعرفني؟ مش انا ممثلة لازم يكون يعرفني؟ ما تشيليش هم الحكاية دي خالص، اصل هو عيان
وعمره في حياته ما اتفرج على التلفزيون، دايما يخش ينام قبل الساعة 7. وعلى كل حال لو سألني عليكي هقول له يخلق مش شبه 40. سهير البابلي فعلا كل واحد يشوف مراتي يقول انها تشبه لها، وعلى فكرة مراتي اسمها سهير عزمي. سهير اخترت الاسم سهير بابلي؟ هو ده الاسم اللي جاب في ذهني ساعتها. يا عيني كنت مورود يا نفسي. سهير عزمي الغضنفر. ايه؟ سهير الغضنفر اسم حلو لذيذ. ليه كده رنة رنة جميلة؟ لا 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 انا بفضل سهير البابلي. اسمعي انا هنده بقى الجماعه بتوعي علشان اعرفهم عليكي. جماعه بتوعي؟ انت متجوز؟ لا لا يعني قصدي اول الجماعه اللي بيشتغلوا عندي. لا بلاش دول فضحيين ويفضحوني بره، خليها كده اهوت مدام تمثيليه. ما هو لازم يعرفوا ان احنا اتجوزنا. لا يا حسين. لا 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 تعالي بس اسمع بس. يا حلمي يا حفيظه. درش سيد. اهلا 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 يا مدام سهير، ازي حضرتك يا مدام؟ النور ده ايه الحلاوه دي؟ اهلا اهلا ست سهير البابلي. يا غدي زمال عليك يا غدي، انت لسه عايش يا مدام؟ منوره يا فندم. اهلا وسهلا. يا جماعه احب اقدم لكم مراتي. ايه؟ مين؟ هو قال مين؟ قال مراته. باين عليه الجن. يا سلام يا فندم، الف مبروك فعلا حضرتك عرفت تنقي. الحقيقه زي القمر. انت تتجوز من ورانا ولا ايه؟ ليه وانا كنت مستني الاذن منكم؟ فندم معقوله يكون قصده كده؟ بالعكس انا شايف انكم مكملين لبعض، فوله واتقسمت نصين. ما عندكيش فكره يا ست هانم والله. خلاص خلاص. يعني اذا كنتوش انتوا تتجوزوا بعض، طب مين اللي يتجوز مين؟ قلنا خلاص. يلا يلا كل واحد على شغله. يلا هي بتشغل كده ليه؟ فاكره روحها في المسرح؟ الظاهر عليا مش ناويه تجيبها البر. عشنا وشفنا. يلا اتفضلوا. ليه بس كده يا سهير؟ بسخن. مش انا هبقى ست البيت؟ بسخن بسخن من اولها. بصراحة بقى حسين فهمي ده زودها قوي. هو صحيح من حقه ان هو يكمل نص دينه، انما يقول لنا يمهد لنا ياخد رأينا واحنا مش عايشين معاه في الفيلا ولا ايه؟ ده اتضح ان احنا ولا حاجة بقى. ايوه بس مش معقول كده، الله يعملها كده في يوم وليلة يبات عازب يصبح متجوز. افهموني يا جماعة، انا عارف ان خاله كان مصمم انه يتجوز، بس معرفش انه هيعملها بجد ويتجوز بالسرعة دي. خلاص بقى ملناش عيش في البيت ده. لا الولية دي هي اللي ملهاش عيش في البيت ده. بقولك ايه يا حسين؟ هقولك على شخصية كويسة جدا تنفع قوي. ست طيبة قوي، مكسورة، ست بيت من بتوع زمان دولك، من بيت ابوها لبيت العدل، ما شافتش الشارع ابدا ولا الشارع شاف دي الفستانها. ما عندهاش في الدنيا غير جوزها وولادها وبيتها. هقول لك زي مين؟ زي الست امال زايد الله يرحمها، بادوارها الحلوه ديت البسيطه. فاكرها؟ فاكرها. سيد سيد. انت سيد سيد وانا مرات سيد سيد، ونمثل الحكايه دي ونعمل بروبه قبل ما خالك يجي. يلا بينا. يلا استنى نقلع النضاره المذهب ديت السيرتات. نخش فيها بس نعمل وياي كويس. سيد سحسين خش يا وليه وخلصيني. لا ما بيقولش يا وليه، ما كانش كده. كان مهذب. طيب خش يا ام محمد. خش يا ام بلبل. طيب اخش. خش يا ام بلبل وخلصيني. الميه يا سيد، الميه بالملح يا اخويا. ايوه ربنا يخليك لينا. حط ده، انت تعبان وشقيان طول النهار عشاننا، واحنا ما نستاهلش ده كله يا حسره عليك. ايوه ايوه كده. ايه عايز الميه دي؟ الواد ابنك يا سي السيد الكبير اللي لسه متجوز الاسبوع اللي فات عايز ينزل يلعب الكره الشراب مع العيال صحابه. قلت له لا استنى لما اقول لسي السيد. والبت سعاد بنتك الكبيره خدت البت الصغيره بنتك وطلعوا في قصتها علشان يفلوا بعض. يا وليه اسكتي شويه، سيبيني اقرا الجورنال.
حاضر يا اخوي. عناية يا سساي، عناية. اجي في ريحك يا سساي. بتعرف ايه يا اخوي؟ لازم صفحة الوفيات. الهي وانت جاي يجعل يوم يكتب في الصفحة قبل يومك يا سي حسين بيومين. يا وليه تف من بقك بقى، فلا الله ولا فالك. ايه رأيك؟ انت هايلة طبعا. ما رأيك يا قاضيتها؟ هايلة، بس مش ممكن خالي هيصدق ان انا اتجوز واحدة بالشكل ده. دي ست امير طبعا، نعمل له ايه؟ فكر في حاجة تانية. اقول النكدية ست نكديه تموت تنكد كل يوم على البيت والعماره كلها. كويس. استنى انا اعرفها وعارفاها كويس قوي وهي عارفه نفسها كويس قوي. الستات دول كتير قوي. ادي الترابيزه. ايوه الستات. الفول اهو والطعميه وحته العيش. السفرة مليانة يا اخويا، ما تاكل. مالك مبحلق لي كده ليه؟ مش عاجبك الاكل ولا ايه؟ كل كل وقول الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الواد ابنك الشهادة جت امبارح. وعمل ايه؟ ساقط في 9 علوم من 7. يا اخويا سلامتك سلامتك يا بعض. راحت راحت. خالك بعتولك امبارح، قالوا ان هو تعبان وعيان قوي ونقلوه عن انعاش. راحت دي ضلوعي. راحت. كل كل، انا ما بضحكش. كل. اسكت. مش الواد صابي المكواجي جاب البدلة اللي انت لسه مفصلها عند التارزي ابو عبده وجابها؟ ايه كل صدرها محروق. اجيب هنا اهو، محروق كله، محروق اصفر خالص. قال وعايز ايه؟ 2.5 جنيه. قلت له اه وماله؟ تعال يا حبيبي تعال. دخلته جوه وقفلت الباب. وفين يوجع؟ رنيته حته علقه لما مات فيها، ورحت قطشة ودنه وحطها في جيب البدل وقلت له على بره. راح اشتكانا في الاسم. شوف بجاحته. النيابة عايزاه، روح لها وخد البطاقة وياه. ايه يا اخوي مالك؟ انا قلت حاجة. راحت راحت. خد الخبر الاخران، ننتي جاية تقعد معانا لغاية اخر الشهر علشان تسلين. لا بقى كله الا كده، انا مش عادلك في البيت ده ولا يوم واحد. مظبوط. الزوج بيعمل كده، زوج الست دي لازم يعمل كده، ومش كده بس، ده لازم يبطحها. مظبوط قوي قوي يا سويه. بس برضه مش ممكن خالي يصدق ان انا اتجوز واحده بالشكل ده. طب استنى. ايه هتعملي ايه؟ شخصيه. سيتيون فام كده. يس. طيب اسكيوز موا. Où vas-tu, madame? Pardon? Où vas-tu? Chez madame Costi pour le défilé. Oui. Allah. Oui. Et comment on va manger? Ah, le manger. Il y a beaucoup de retraites. Il y a beaucoup de retraites. Non, il y a beaucoup de retraites. Et après, on va mettre le fourneau. Moi, le fourneau? Oui, oui. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. والبيبي عندك انت ترضعه، انا سايبه لك كل الرضاعات بتاعته انت رضعه. امال انا كل يوم ارضعه وارضعه؟ رضع انت مره. اوف انا ارضع؟ تعالي هنا اورفار ده. انت اخرى تعالي بس يا سويه. مش هتنفع. لا تتجنن بقى يا حسين بقى. مش ممكن خلي يصدق حاجه بالشكل ده. لازم واحده تبقى بنت بلد. ما ينفعش الخواجاتي دي. اقول لك بنت البلد. هايل. البلد يوكل. استنى بقى. انت فكرتني. فكرتني. فكرتني بالذي مضى. سعد.
يا اهلا وسهلا يا اهلا بالقمر. سعبدو اما انا عامله لك النهارده فتت كوارع، انما ايه كل كرع قد كده اهو. يا وعد يا وعد يا وعدي. وبالليل عامله لك دقيه عكاوي، بس ايه هتاكل صوابعك وراها النهارده بقى ما انتش خارج. اخ افتكرت ايه؟ انا لازم انزل الورشه، عندي شغل هسلمه بكره الصبح. ورشه يا ورشه، والورشه دي بقى اسمها نزاجه. نزاجه ايه يا وليه انت رخي؟ لا مش يا وليه، انا تعبانه لك وعامله لك البيت ومضبها لك ومسخنه لك وطبخ لك كوارع وعكاوي، وتيجي تقول لي ورشه والنهارده اجازتك؟ لا بقى انا مش هفضل ساكته ساكته، لا ده انا بقى هتكلم وهتكلم. لا يا حسين، لا يا سعبد، قال يا حسين قال. اسمع هنا، ما هو انت لو خرجت النهارده لا بقى هقطعك حتت وادخلك في اكياس بلاستيك وابعتهم لك للست نزاجه بتاعتك. انت باين عليكي مش هتجيبيها البر، لازم تترني علقه كل ليله. مين اللي يترنى؟ معقول كده يا سهير؟ بسخن بسخن بسخني بتعطيني بتجنن. ايوه لا وجنن. انت تجنني تجنني بلد مش تجنني. انما في حاجه مهمه جدا غالي مش هيصدق ابدا. شوفي بقى، الحل الوحيد ان احنا نطلع بشخصية واحدة من الاربع شخصيات دول. بص يا سوسي، سيبني افكر لك واطلع لك من الاربع كل ده بكام. طب اسمعي بس اسمعي. لا ده زودتها قوي. طب اسمعي بس، سيبني بس لوحدي شوية. طيب انت اقعدي فنني وانا هروح في تسجيل لاغنية وهرجع لك على طول. ها يلا يلا. انتي يا ليلى ليه جوزوكي، انتي يا ليلى ليه عذبوكي، انتي يا ليلى ليه جوزوكي، انتي يا ليلى ليه عذبوكي، من قلبي ليه، من حبي ليه، من عمري ليه، حرام عليهم والله يحرموك. انت يا ليلى ليه جوزوكي، انت يا ليلى ليه عذبوكي، من قلبي ليه، من عمري ليه، من حبي ليه، حرام عليهم والله يحرموك. كنت صبية مالية حياتي، كنت بعيناي حب وأغاتي، كنت صبية مالية حياتي، كنت بعيناي حب وأغاتي، لين الأسير ليه يا حياتي، من نور عيني ليه ليه حرموكي، ليه الأسياب ليه يا حياتي، من نور عيني ليه ليه حرموكي. انت يا ليلى ليه جوزوكي، انت يا ليلى ليه عذبوكي،
زي التواني ايام عديده مرت علينا حلوه وسعيده زي التواني ايام عديده مرت علينا حلوة وسعيدة وازاي اعيش وانتي بعيدة حرام يا ليلى حرام ليه يبعدوكي وازاي اعيش وانتي بعيدة حرام يا ليلى حرام ليه يبعدوكي يا ليلى ليه شوتوكي يا ليلى ليه جوزوكي انت يا ليلى ليه عذبوكي من قلبي ليه من حبي ليه من عمري ليه حرام عليكم والله ليه يحرموكي صباح العصافير المزقزقة والبلابل المشقشقة. اتفضل يا قمر يا جميل. صباح الخير يا حسين. اهلا يا سهير. صباح الفل. يلا خش على المطبخ. اعمل ايه في المطبخ؟ بص من الشباك هتلاقي بنات حلوين قوي هيفرحوا قوي لما يشوفوك. انا ايه يا سهير اللي جايبك بدري كده؟ اسخن. سخني تاني. مش قرايبك جايين؟ ايوه بس خالي مش هيجي قبل الساعه 5. ما هو يا دوبك عبال ما احضر نفسي. بقول لك ايه؟ احضر لك الفطار الاول. طيب طيب. الفول والمربى والبيض وكل الفطار يتحضر هنا والزيتون. الاستاذ حسين ما بيفطرش بيشرب شاي بس. من هنا ورايح هيفطر يا صفيحه. طب اما نشوف. يا فندم مش هيفطر لانه اصله عامل ريجين. ايه رايك بقى في السواتر ده؟ انت متاكد ان اللون ده حيليق عليه؟ طبعا يا باشا الحلو يحب الحلو. انت عارف يا حلمي ان انا بثق في ذوقك جدا. لورد حقيقي لورد. استنى انا اللي هدخله الفطور. امسك خلي بالك منها كويس قوي. امسك اعملوا حاجه في دنيتكم. يا رب الصينيه تقع منك. ايه ده؟ معقول اللي انت بتعمليه ده يا سهير؟ طبعا لازم تفطر مش مراتك. انا اصلي بقالي مده وحاسني الفطار ده. شوف يا اختي الراجل. يلا يا حبيبي حط البيضه ديت. حط البيضه ديت هقشرها لك وتهرسها في الفول وعم يا جمل تاكلها بالمعلقه. هتدعي لي وتبوس ايديا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هتاكل؟ وبعدين بقى؟ معلش يا سهير اصل انا عودتهم اني ما بفطرش ابدا. ايوه كمان بس دي عادات وحشه جدا يا حسين لازم يبطلوها. مواعيد النهارده يا فندم. مواعيد النهارده يا فندم. هات انا اقراها. لا محدش يقرا المواعيد اللي انا بس عشان انا اصلي خط وحش وحضرتك مش هتعرف تقريه. طب ادي له فرصة علشان ياكل. ادي الراجل فرصة علشان يعرف ياكل المام. معلش معلش يا سهير انا ممكن اكل واسمع في نفس الوقت. مواعيد النهارده يا فندم. اسمح لي يا فندم باسم المجموعة كلها اني اهني سعادتك على الجوازة السعيدة دي. انا متشكر قوي يا حلمي. الجوازة السعيدة اللي احنا نرجو جميعا باذن الله انها تمتد اطول فترة ممكنة ولو كانت شهرين حتى. ايه ده؟ شهرين بس؟ وفي جوازه في الدنيا بتستمر شهرين بس؟ الحقيقه يا فندم حصل انا سمعت والعهد على الراوي ان الجوازه دي ممكن تاثر على الروتين والاساس المتين اللي البيت ده قائم عليه من سنين وانها ممكن انها تحدث هزه تقلب عليه وطيه، لكن كل ده مش مهم مش مهم، المهم ان الجوازه تمتد.
طبعا ان شاء الله هتمتد. وبيقولوا وما مين دول هم اللي بيقولوا؟ ولاد الحلال بيقولوا ان الجوازه دي ممكن يكون لها تاثير ضار جدا على شغل سعادتك، لكن مش مهم، المهم مش مهم، المهم انها المهم ان الجوازه تمتد حتى ولو كانت جوازه غير متكافئه. ايه؟ لكن ما تخافش ما تخافش، هتمتد هتمتد ان شاء الله هتمتد. شهرين بس مش كده؟ الحقيقه يا فندم انا بديها حد اقصى اسبوعين. اسبوعين؟ ايه؟ طب بتخرب بتقول ايه؟ دي جوازه العمر. خد يا حبيبي البس السويتر ده واقلع ده. الله. ايه ده سوسكا ده؟ اقلع بس. وماله بس السويتر ده؟ تعال الله خد امسك ده. وماله يا سويه؟ البس ده مش لايق ده على ده. ازاي بس ما ده طبعا على بعض كحلي هم. وده اخضر والبنطلون كحلي طبعا لايقين. دي اهانه اهانه. انا مراتك ولازم انا اللي البسك يا حبيبي. طب كويس كده بس يا سهير اديك جرحتيه دلوقتي. انا ما جرحتوش، هو مش فالح الا بيقطع كمان في الكلام. ايه ده ثم تعال هنا. ايه الجوابات دي؟ الله لقيتهم في جاكيت. انت جرالك ايه؟ انت كمان بتفتشي جيوبي دلوقتي؟ انا طبعا مش مراتك اعرف لازم كل كبيره وصغيره عنك. لا اسمع بقى، انا فضلت ساكته ساكته لكن لغايه دلوقتي انا بقى اتضايقت وطقيت. انا هكلم بابي يجي ياخدني ويوديني على البيت بتاعه، وانت اوعى تيجي هناك ولا تعتب باب البيت الا لما تجيب المأذون عشان تردني تاني. الله سهير انت جرالك ايه؟ انت صدقت الكدبه؟ استنى ما انت انا اللي هرد يا حسين. الله الو الو ردي ردة المية في زورك. الله معقول كده يا سهير؟ مين دي؟ انت عارف مين دي كويس قوي، عرفت ان صوت حريمي ما ردتش. طب مين دي؟ دي برضو طريقة تردي بيها الناس. طبعا مش مراتك. الله مش معقول كده يا سهير. الله ايه يا حسين؟ الله ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الله سهير ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ ايوه يا حسين اطفي المكنه دي عشان تسمعيني. طيب انا جايه لك اهو تروح انت اتغدى. يا سهير ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ ايه بس يا حسين؟ انت مش ملزمه انك انت تنظفي الارض والبيت كله. الله مش انا ست البيت. ايوه يا سهير بس في ناس هنا عشان يعملوا العمليه دي، انت مش ملزمه بكده. ناس دول قاعدين ولا بيعملوا اي حاجه. ايه ده انت اللي بتشتغل عندهم مش هم اللي بيشتغلوا عندك. انت شايف البيت يضرب يقلب. اتفضل اتفضل اهو التراب اهو مليان تراب ولا الازاز اللي وراك ولا المطبخ. خش شوف وسخ جدا يا حسين. ايوه سهير انت مش ملزمه بانك تنضفي البيت. الله وقرايبك لما ييجوا يقولوا عليا ايه؟ مش انا مراتك برضو وفي وشك. طب انت ذنبك ايه؟ انا ذنبي ايه ده ايه؟ لازم اسخ. طيب على كل حال انا دلوقتي مش عارف اشتغل جوه وانا مش عارف اشتغل بره. ايوه بس انا شغلي اهم. رجعنا بقى الشغل يا أهم، ودايما الرجالة تقول الشغل من غيري والدنيا هتقف من غير شغلنا والدنيا بتقف. لا الدنيا بتقف من غير شغلكم ولا بتعمل أي حاجة، بيكوا ماشيين ومن غيركم ماشيين. لا بقى اسمحي لي بقى، أنا ما اسمحلكيش تتكلمي على الرجالة بشكلنا. الله يا حبيبي مش بسخن أنت الآخر، أنت بتنرفزني كده ليه يا حسين كل شوية؟ طب بس خلاص بس هدي نفسك هدي نفسك عشان أنا أشتغل جوه شوية. ها؟ عارف لما انت نزلت صوتك كده هوت وكلمتني بالتون الجميل ده هوت انا هديت خلاص. طيب متشكر عن اذنك. يا سلام، اهي الستات ما تجيش الا بالهدوء والكلمه الناعمه والابتسامه الحلوه، لكن الرجاله دولت ما يجوش الا بلاش نعمل صوت دلوقتي اشتغل شويه. صفوني للصبر يا اسطى. اسطى اسطى ايه؟ انت انا اسطى. انت انا اسطى. امال انت ايه؟ انا درويش. اسطى درويش ما شفتنيش قبل كده قبل ما اجي هنا. طبعا شفتك بتطلع في التلفزيون. لا غيره في السينما. لا 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 سيبك من الحاجات دي. في المسرح. اسمع شفتنيش قبل كده في الشارع. الشارع؟ ايوه في الزمالك. لا ما بروحش الزمالك انا خالص. لا بتروح. كنت موقف عربيتك هناك في الموقف ومركب فيها ناس، العربيه بتاعت البيت، وانا كانت عربيتي عطلت. قلت لك من فضلك توصلني المهندسين، قلت لي اتفضلي يا هان، ورحت مركبني ووصلتني من الزمالك للمهندسين ولهفت 15 جنيه حصل ولا لا؟ لا ده لازم اتنين غيرنا، مش ممكن يكون انا وانت. لا 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 انا وانت يا لا 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 مش ممكن. مش عايز اضحك. طيب انا مش بهزر. طيب معاك المفاتيح؟ ايوه معايا دي هم لي. انا هوريكم
المفاتيح ديت مش هتاخدها الا لما احنا نعوز نكون رايحين مشوار ولا حاجة. وقبل ما نروح المشوار هروح اشوف العربية الكيلومتراج بتاعها اعمل قد ايه، ولما ترجع من المشوار هرجع تاني واشوف الكيلومتراج. لا ده مفيش ثقة فيا بقى كده. لا مفيش، منين هتيجي الثقة؟ انت اللي عملت كده. اي ميكانيكي اي كهربائي هتقولي هنا انا اللي هحاسب، انا ست البيت. لا ده كده تبقوا بتزنقوا عليا وانا مش عارف اتنفس. هوا هوا عايز انا هوا. هوا هوا عايز تتنفس هوا. طبعا هوا. اطلع بره تنفسه. لا بره فين؟ ان كان عاجبك بره في الشارع عند ناس غيرنا. عجبني. ايوه كده ما تجوش الا بالعين الحمراء. عجبني يا معلمه. لا العظيم دي حكايه. وصلني كده للوليات. تعالى يا سيسي. نعم. تعالى يا اخويا. بقى بتعمل لي ايه؟ نعم. خد حله المحشي دي حطها على العين الصغيره ووطي العين وحط تحتيها صفيحه عشان ما يشدش. يلا الجميل يؤمر. ياخدي عليك ياخدي عليك يا ابو ضحكه جنان مليانه اسنان. حاسب حاسب انتوا مش فالحين في حاجه ابدا. مالك يا سيد مالك؟ ضربتني يا بيه. مين اللي ضربتك بس؟ الست سهير رفصتني برجلها طبت يا بيه. معقول كده يا سهير؟ حاضر طيب طيب. تعال مالك يا اختي وقفالي كده؟ ما تتحركي شوي. اسمعي المحشي دوت بعد 10 دقايق تطفي عليه. اوعي بعد 10 دقايق بالظبط، والفراخ اللي هنا هو تتنضف كويس قوي تتغسل كويس قوي بالدقيق وكل حاجه. عايزاها اشمها الاقيها زي الفل، وانا حاطه ميه سخنه اهو تدلق الفرخيه جواها. ها في المستكه والحبان لغايه ما اشوف الافندي بتاعي عايزني ليه. الافندي بتاعك بطني بطني ساعه البيت. ايوه يا بعلي. معقول كده يا سهير؟ نعم. هي حصلت انك تمدي ايدك عليهم برضو؟ انا مديت ايدي عليهم؟ والله ما حصل. ازاي ما حصلش؟ اهو اهو مضروب اهو. انا وعمد ايدي عليه ليه؟ رفصتني يا بيه. رفصتك؟ رفصتك ليه؟ هو انا حمار ولا ايه؟ اي وش قطعت البيت كمان بتضربيه قدامي اهو يا سهير. انا جيت جنبك يا ولا. طب بس بيه بقى. يلا يلا خش انت جوه المطبخ. يلا خش المطبخ انت. ما تورينيش وشك خالص. مش معقول كده يا سهير بقى. هدي نفسك. مش معقول كده يا سهير. انا مش معقول. انت كمان يا حسين. الله بتصدقه وما تصدقنيش انا؟ يعني هتبلوا عليك يا سهير؟ يعني ده جداتي؟ سهير هو الظاهر ان في مشكلة. انت الظاهر انك انت اندمجتي في الدور زيادة عن اللزوم. هي وهو شربها؟ شربها لحد كوعه هنا. يبقى نكمل عليه. الله 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 الله. انت بتعلي النار على الاخر ليه كده؟ عشان المحشي بتاعها يشيط. ايوه بس بقى بس. يا ننت بس هدي نفسك يا سوسكا. هدي نفسك. هدي نفسي ازاي؟ هدي نفسي ازاي بس يا حسين؟ ده انا يا حبيبي ده انا اللي مسحه وطبخه وكنسه ولمعه البيت كله. ده انا طبخت. ايه انت طبختي؟ ايوه. ما كنتش عارف انك بتطبخي. لا طبخت. عملت دقيقه باميه تجنن، وعملت شوربه فراخ، وعملت دقيقه كوسه باللحمه المفرومه، وعملت سلطه، وعامل لك سفره هايله تجنن. كل ده؟ ايوه. طب لما اخش اشوف بقى انت طبختي ايه؟ شوف هتاكل صوابعك. هتاكل صوابعك وراك. الدنيا كده حلاوتها كده، الدنيا كده حلاوتها كده، الدنيا كده. ولعت ايش؟ امال الطبيخ فين؟ انا شامم ريحه شياط. الهانم بتقول عامله كوسه، هي فين؟ هو ده؟ يا خبر ابيض، دي الكوسه محروقه خالص. طبيخ الهانم ومنعت اي حد يقرب له. امال بتقول بتعرف تطبخ ازاي؟ طب فين البامي؟ يا حد في الدنيا يطبخ البامي بقرونها؟ طبيخ الهانم ومنعت اي حد يقرب له. طب وبعدين بس الحاج سالم هياكل ايه؟ طب بتقول عامله شوربه كمان، هي دي؟ يا انا اول مره في حياتي اشوف شوربه سودا. طبيخ الهانم ومنعت اي حد يقرب لها. طب بس اللون الاسود ده جه منين؟
اصلها سرقت الفراخ بريشها. ايه بريش؟ نهار ابيض. انت يا ست هانم. انا بقى هقطع رجلها من هنا. ايه اللي انت بتهببيه ده يا سهير؟ ولاعه الولاعه يا حسين، ولعت الدهب، جات لي كادو السنه اللي فاتت في عيد ميلادي، ضاعت اتسرقت. مفيش حاجه هنا بتتسرق ومفيش حاجه هنا بتضيع، المهم خلينا في اللي انت هببتيه في المطبخ ده. ايه ايه، شفت طبيخي يجنن مش كده؟ يجنن هو ده، يجنن بواحد طبعا. كل الناس بتقول لي ان طبيخك مفيش احسن منه، انا بفنن بفنن كل طبخه والتانيه، مفيش ولا واحده في الدنيا تعرف تطبخ زيي. اه طبعا مفيش ابدا. بامية بقرونها، ايه ده؟ مش كده؟ شوربة فراخ بريشها، يجنن طبعا، يجنن. لا ريشها عملوه. لما انت مالكيش في الطبيخ بتخش المطبخ تعملي ايه؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هوكل خالي ايه دلوقتي؟ بس هجيب له طبعا فول وطعمية. مش لاقيها، مش عارف اختفت فين. يبقى طفشت خلاص. لا 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 لا، لسه هدومها بره. يعني ايه؟ هتفضل متبته هنا في البيت؟ يظهر كده بقى. يبقى مفيش غير دي. الصنف ده ما يجيش غير بالسك على دماغه. يلا مشيها. بدي بدي دي ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. اخلص اخلص، ولا حطك جنبه هنا اخلص. يا بوليس يا بوليس يا بوليس، الحقونا. قتلت سيد. ايه؟ قتلت سيد. طب وقوف وقوف. سيد سيد. نعم نعم. سموت سموت. اخلص. ايه لازم اطلب الاسعاف؟ اسعاف ايه؟ ده قطع النفس يا بيه. جيب له الحانوتي بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. عارفه بقى يا سهير، لو سيد ده جرى له حاجه هتشوفي يحصل لك ايه. هشوف ايه؟ ده حقود. حد يبلغ اهله عشان يجي يشيل الجثه. حد يبلغ اهله. اهله انا هفوقه لكم. دي يا واحده يا اهله. الدماغ. ايه البنت الحلوه دي؟ ايه الجمال النائع ده؟ البنت دي حلوه قوي. فين البنت دي؟ ام عمت ايام. كل ده كتمثيليه. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ شفت يا بيه؟ شفت اللي انت واثق فيهم كلهم؟ خلاص يا سهيل، المساله مش مستدعيه اكتر من كده. لا مستدعيه قوي، ولازم اقول كل حاجه، ولازم افضحهم كلهم. عارف يعني ايه لازم افضحهم كلهم؟ انت يا سعاده البيه، اللورد يحب اللورد، يا لورد يا ورد يا لورد يا حلو. موعد النهارده يا فندم، موعد. الكلام بيوقع. بتضحك تضحك على ايه؟ ده انت اللي موديه في مصيبه، ده انت اللي موديه في داهيه. قال يعني اسم الله يا اختي، اسم الله. ما شفتش في انبهارك ابدا. تعالى يا ورده، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمينة. يا اختي سيب الله يا اختي، ولا سهير البابلي فريا وسكينة. اسم الله عليك يا شابة. نعم نعم قصة. نعم. طلع الولاعة بسرعة. اذا ولعت ايه؟ طلع الولاعة بسرعة اللي سرقتها من الشنطة هنا. لا انا ما خدش ولعات. طلع الولاعة بسرعة من الجزمة. خلاص ايه العجاز ما دارش، وريها ان مفيش ولاعه. لا خلاص مدام كده يبقى اتفضلي حضرتك. اتفضلي. هات. ممكن افهم بقى ايه اللي جاب الولاعه دي في الجزمه؟ معرفش، انا كنت ماشي، الجزمه كانت مخرومه الظاهر، شقطت الولاعه. يا سلام، مخرومه وشقطت الولاعه. شفت يا سيدي؟ عايز تصدقهم ما تصدقنيش، انا دول عايز تخسر صداقتي عشانهم، مش كده ولا ايه؟ مش عيب عليكم، أنا صدمت فيكم. سهير. نعم. أنا عندي تسجيل دلوقتي، كل واحد فيهم لازم ياخد جزاءه، وأرجوك اتصرفي معاهم. هتصرف. أنا هنتصرف. عرفتوا؟ سمعتوا بودنكوا هتصرف يعني إيه؟ الشمال ندر. دور! يلا مارش! يلا هناك!
اكلينه سفينه. قال الولاعة مخرومة والجزمة مخرومة وفي الجزمة تاكل هنا والهنا. واللي يصيب ويسيبه كمان يصيبك وسأصبح
تسألنا عنه حاسدنه وبما أنه حاسدنه وبما أنه حكم علينا وتكبر عرش علاني وتجبر حكم علينا وتكبر عرش علاني وتجبر بكل جرأة طعنا الورقة بكل جرأة طعنا الورقة ولا تسألنا عنه يا thank you.
حلمي حفيظة سيد يا درش. ايوه انا جاي يا سعاده البيت. اني جاي. انت بتندع على مين؟ ما فيش حد منهم هنا. يعني راحوا فين؟ خلاص بح ما فيش. بح يعني ايه فين؟ ريحتك منهم، مشي وخلاص. الله، مشي راحوا فين؟ الله، انت مش قلتلي اتصرفي؟ ايوه قلتلك اتصرفي، يعني تعاقبيهم. الناس دول عارفين كل حاجة في حياتي، كل كبيرة وصغيرة، مش معقولة تيجي على اخر الزمن وترفديهم. انا ما رفدتهمش. ايه هما اللي قدموا استقالة جماعية؟ ما انا عارف طبعا، عارف طريقتك، اكيد ضغطتي عليهم ولويتي دراعهم عشان يقدموا الاستقالة دي. على العموم احسن انهم مشوا، اصل انا بصراحة كده ما كنتش طايقاهم. الله، طب وانت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ عايز ست البيت تشغل شغالين انا مش مستلطفاهم ولا طايقاهم كمان. اوه كفايه بقى حكايه ست البيت. ست البيت قعدتي تقولي كده لغايه لما خربت البيت. والله مش عاجبك طلقني. ايوه مش عاجبني. اتفضلي يا استهانم، انت طالق. لا حلوه دي، كمان مره قولها كمان مره. وايه اللي حلوه كمان مره؟ قلت لك انا مش بهزر، انت طالق. اغصى عليك يا حسين، وهانت عليك العشرة دي كلها، 10 سنين عايشين على الحلوة والمرة لغاية ما اتغنيت وبقيت ايه في سرايا هايلة والبركة فيا، وتيجي تطلقني علشان شوية شغالين. الله يسامحك يا حسين. اوه انت بتنده يا سوسي. لا ما بندهكيش يا شوسكا، اتفضلي. قلتلك انت طالق. طب ايه هتردني؟ قولها تاني. وايه اللي قولها تاني؟ الله، جرالك ايه يا سهير؟ قلتلك انت طالق. قول طالق. وكمان اخرجي. واخرجي، اتفضلي مع السلامة. قولها بقى مرة واحدة. اتفضلي طالق ومع السلامة، اتفضلي. لا يا عيني، لا يا امي، انا ما اخرجش من البيت، انت اللي تتفضل. البيت بتاع الست. ايوه انا ليا نفقة سنة ونفقة متعة. وحياة بابي، ابدا ده انا هجرجرك في المحاكم. انت فاكر ايه يا حسين؟ اسم الله. محاكم ايه بس وبابي ايه؟ يا سهير انا جيت طلبت منك خدمة، دلوقتي متشكر جدا، مش عايز الخدمة دي. انت ايه مالك متضايق كده ليه؟ اصل المصايب اللي انت جبتيها من تحت راسك اكتر من المكاسب اللي كنت هكسبها. الله، انت هتقلبها غم ولا ايه يا حسين؟ ما هي خلاص قلبت غم فعلا. يعني ايه؟ خلاص استغنيت عن خدماتي خلاص بعد كل ده؟ ايوه، متشكر جدا، اتفضلي يا سهير، مع السلامة. مع السلامة؟ طيب يا حسين، انا مش هلم هدومي اللي انا جايباه مع اني تعبانه وشريره لك كل حاجه جديد، لكن معلش سوري، بخلي بابا يجي بقى ياخده. انا هنادي البابا، واوعى تحط ايدك على التليفون وتطلب. اوعى يا حسين، انا بقول لك وتكلمني في الاستوديو معلش قدام الزملاء والزملات، لكن اوعى. يا سهير افهمي الموقف بقى. يا سهير ولا كلمه عشان انت طلعت عيني. يا سهير انت اتنمكتي زياده على اللزوم، مش معقول كل ده بتسخني. احاول افهمك ولسه هسخنك. سيادتك هتعودني تاني الليلة ولا جرش العربية بقى؟ النهارده يا فندم.
انت بتضحك على ايه؟ صباح العصافير المزقزقة والبلابل المشقشقة. خد يا بت قدموا وراي. بقول لك ايه؟ نعم يا بوش. امشي التاوي ورا السور ده، ما تفطيشي وتيجي غير ما انده عليك فوتي. امشي يا بو. سلام عليكم. اهلا يا خالي. اهلا وسهلا. كيفك أهلاً. حسين يا ولد اختي. اهلا وسهلا. اهلا الحمد لله على السلامه يا خالي. لك وحشه يا ولدي. الله يخليك. تفضل تفضل. اهلا 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 وسهلا. تحب تشرب ايه يا خالي؟ اشرب قهوه. مظبوط. ثانيه واحده حملها. استنى يا ولدي، رايح فين؟ نادم على المره يا جدع. لا لا، شوف الحرمه تبعك قول لها تعمل قهوه. ما هو اصل المدام مش هنا. مش هنا. مش هنا. أيوه. راحت فين؟ خرجت. راحت عند امها. اباه، عند امها تبقى غضبانة. ايوه بالظبط. هي غضبانة فعلا، بس انا سايبها هناك عند امها ولا حسأل فيها، خليها مرمية كده. جدع يا ولد، سيبها هناك، اوعى تروح لها. سيبها لما ترجع ورجلها فوق رقبة ابوها كمان. ايوه طبعا. لا انا عاجبك قوي في الحاجات دي، انت عارف يا خالي. جدع يا ابن اختي، بقول لك ايه، ما تدينا نمرة امها دي عشان اطلبها. لا بلاش لحسن يفتكروا ان احنا بنتمحك ولا حاجة. اباه، نتمحك ايه يا ولد؟ ده انا عايز اطلبها عشان ارجعها كلمتين في جنابها. لا ملوش لزوم يا خالي، انا متأكد انها هتيجي بنفسها. شاطر يا ولد اختي. جدع. اتفضل اقعد، هعمل لك القهوة حالا. اتفضل. ايه دي المصيبة. يا بنت، انت يا بنت، يا بنت، تعالي فوتي. اقفل الباب وراك يا ابو. قدم. بقول لك ايه؟ نعم يا ابو. بسرعه شوف حته استخبى فيها لغايه ما نادم عليك. يلا دوري على حاجه تستخبى وراها. امشي. استخبى ورا الدكه دي؟ دي دكه جهله متخلفه عقليا، دي مصطبه. امشي فوتي. بو. قاعدة. تفضل يا خالي. تفضل قهوة. تفضل. أهلا وسهلا. كتر خيرك يا ولد أختي. أهلا وسهلا يا خالي. تسلم يدك. أهلا وسهلا. تفضل. الحمد لله، الحمد لله جيتي في وقتك. مش قلت لك هتعاود ورجلها فوق رقبة أبوها كمان؟ أنا رجعت بس عشان أديك المفتاح. اتفضل. مفتاح جا يتمنعنا وهن الراغبات. لا يا خالي، أصلك ما انتش فاهم الحكاية. ما هو أصله الراجل ده بيقول إيه؟ بقول إيه؟ ما تبطلي بقى تقولي يا ست سهير. سهير مين؟ سهير عزمي، مراتي حبيبتي. كنت فين بس؟ إيه اللي أخرك كده يا حبيبتي؟ أنت جالك حاجة في عقلك؟ جرأه يا ولية، هتزعقي في الراجل كده؟ ريح. خدها يا ولد، كفين على صدق اللي خلفها كمان. ده انا بقى اللي اخدت. لا استني بس يا حبيبي. ايش يا بنت تخلص اختك على اذنك يا خالي؟ دقيقة واحدة. تعالي بس يا حفيظة، تعالي هدي نفسك بس حفيظك. اتجوزتها ازاي دي يا ولد؟ معقولة؟ ستة ترفع صوتها على راجل بالشكل ده؟ عوز بالله يا ستي اعملي معروف. فيها ايه بس انك تمثلي دور مراتي؟ انا ابقى مراتك؟ ده هزلت. الله، طب وانت خسرانة ايه بس؟ سمعتي. مو انا بقول لك الكلام ده عشان سمعتك. الناس دول ما عندهمش واحده ست تروح في بيت راجل عازب الا لما تبقى مراته، عشان كده افتكرك مراتي سهير عزمي. امال المضروبه التانيه راحت فين؟ مشيتها،
خرجتها من هنا عشان خاطر عيونك انت بس يا جميل. اذا كان كده امثل مراتك وامر لله. يا سيدي يا سيدي يا قمر انت يا جميل. ياد سمير. انا سهير عزمي مرات حسين. نعم. امال حضرتك مين؟ لازم حضرتك خاله الحاج سالم. اتفضلي يا مراتي، اتفضلي يا مراتي يا حبيبتي يا نور عيني. حسين حبيبي انا اسفه اتاخرت عليك قوي، هخش اغير هدومي واقدم لكم الغدا حالا. انت ايه اللي جابك دلوقتي بس؟ التصوير اتلغى قلت اخدم. تخدمي ايه؟ انت هتوديني في داهيه كده؟ مين ده يا حسين؟ ها؟ دي 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 مراتي. انت متجوز اتنين يا حسين؟ هو بقى نعمل ايه بقى؟ الصدفه بقى. والاتنين اسمه سهير عزمي؟ ايوه ايوه، قدر بقى قدر يا خالي. منور يا حاج. يقطع الحبل وسنينه. امسك يا حبيبتي قلت لي الباب. يا نهار ابيض. نزليني وسنديني يا اختي. اهلا اهلا يا عمو. استنى انت مين الاول؟ مين دي حسين؟ انا مراته. اهلا يا اخويا، انا مراته سهير عزمي الغضنفر. انا الغضنفور. ثلاثة حسين يا ولد اختي، والثلاثة اسمهم سهير عزمي. شفت؟ ما هنش علي اسيبك في الورطة اللي انت فيها دي دلوقتي. جيت لك على طول، انا مبسوطة لاني اول مرة امثل دور حامل. اجنن اجنن احنن اجنن احنن. وديتيني في داهية يا غضنفور. حسين مش عيب يا ولد اختي تضحك على الشيبة دي؟ قصدك ايه بس يا خالي؟ قصدي ما الملعوب انكشف خلاص يا ابن اختي. انت يا بنت ايه في الزيه موت على هنا، قدمي بسرعه. مين ده؟ ايه ده؟ دي جت منين؟ سلم على ولد عمتك وبوس يده. اقعد هنا. مين الهبوب دي؟ يا لهوي، درته؟ درت مين؟ درتي انا؟ يا حليله، اول مره امثل دور دره وحامل كمان. علمتني معنى الوداع، علمتني أطوي الشراع، أسفي على الحب اللي ضاع، لما اشتريتك بعتني. فين رقت كلامك؟ فين
سلامك ياللي دام قلبي بغرامه لما اشتريتك بعتني فين فين رقيت كلامك فين فين لفت سلامك ياللي دام قلبي بغرامك لما اشتريتك بعتني عمري وعمرك ضاعوا بكلمة لما اشتريتك بعتني كل شيء في الدنيا اسمك والحياة دمعة وبسمة عمري وعمرك ضاعوا بكلمة لما اشتريتك بعتني علمتني معنى الوداع علمتني خط الشراع أسفي على الحب اللي ضاع لما اشتريتك بعتني بعتني بعتني